تمام. لاحظنا في التقرير أن الجانب الإنساني في محافظة تعز كارثي للغاية. هذه المحافظة تعد من أكبر المحافظات اليمنية كثافة سكانية، ومنذ 2015 وحتى 2020 تم قتل أكثر من 17800 شخص، بينهم 4000 طفل، 1800. تعز تعاني من حصار وخناق، حصار مطبق كليا. يعني لو أحكي لك أنا معاناتي، أنا لدينا منزل في تعز ما بين المنطقة التي تقف عليها ميليشيا الحوثي وما بين منزلي لا تتجاوز 2 كيلو. تم قطع هذا الطريق، ويضطر الآن الأهالي لمرور 2 الكيلو هذه إلى 17 ساعة. طريق آخر تماما أغلق، أغلقت تعز من كافة المنافذ. يتم تعز تتميز عن باقي المحافظات اليمنية أن القناصين الحوثة التي فيها تشتغل، يعني حتى الآن القنص على أعلى كضحايا ناهيك عن الألغام الذي وجدت في هذه المدينة ذات الكثافة يعني على ما السكانية. يبدو بأنه ما زاد طين بلة كما يقال أستاذ عبد الكريم، هو وضع المنظمات الإنسانية توقفت عن أداء مهامها وتقديم المساعدات لكل المتضررين، والحكومة اليمنية أيضا على ما يبدو بأنها غير مهتمة أو غير تعتبر نفسها غير معنية بهذا الوضع المأساوي لليمنيين. هو تخاذل حكومي حقيقة وتواطؤ دولي في هذا الأمر لا شك. ولكن لاحظنا في التقرير المخيمات الذي يقول عليها مخيمات، هذه ليست مخيمات، هذه مجرد خيم بدائية جدا، لا تستوفي أي شروط عالمية أو أدنى شروط صحيح. للمخيمات. هل هذه البلد يا أستاذ خضر تم التبرع لها بما يقارب أكثر من 24 مليار دولار؟ أها. أنت تلاحظ ينم على وضع كارثي جدا حقيقة، ناهيك عن الأوبئة التي في هذه صحيح. المناطق كالكوليرا، الدفتيريا، كوفيد الآن مؤخرا. تعز تعاني من كارثة إنسانية حقيقة، تخاذل حكومي، تواطؤ دولي. هذا الملف منذ 7 سنوات لم يتطرق ولم يتم التباحث له. كافة المبعوثين الذي أتوا إلى اليمن لم يزر أحد مدينة ومحافظة تعز. يعني اليوم ناقوس الخطر يدق بهذا الخصوص أستاذ عبد الكريم، اليمن إلى أين من وجهة نظركم؟ اليمن لا أحد يعبأ بدماء أبنائها، سواء حكومة انتخبت أو سواء المجتمع الدولي. ما يرتكب في اليمن هو أسوأ بكثير مما ارتكبته داعش، لكن للأسف لم نستطيع إبراز ذلك إعلاميا. تلحظ لا وجود مياه، لا وجود كهرباء، لا وجود كذلك تعليمي، ولذلك لم تستطيع إبراز القضية اليمنية. اليمن إلى انقسامات عديدة كثيرة يريد المجتمع الدولي تنسيقها وفقا لاستراتيجيته القادمة، بالأخص أمريكا وبريطانيا. بين هؤلاء يدور الملف اليمني والإرادة الأمريكية باستمرار هذا الاقتتال، باستفزاز المنطقة، بإراقة مزيد من الدماء. وهذه الجرائم لا تسقط في التقادم، نعم. سواء في القوانين الدولية والإنسانية والأمم المتحدة. أعتقد أن بعد كارثة اليمن عليها أن تغلق، لأنها أصبحت مسخ دميم وقبيح جدا بما تنادي به من قيم إنسانية وقانون وحقوق إنسان. الباحث في القضايا الدولية الأستاذ عبد الكريم الأنسي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك.